متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة هنا في مركز طقس العرب، والتي أشارت وتشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب والغيوم غطت العاصمة الرياض خلال ساعات الليلة الماضية، وعملت بحمد الله على هطول زخات من الأمطار في عموم المناطق الوسطى، وامتدت لاحقا بعض من هذه الأمطار نحو المناطق الشرقية من المملكة كما نلاحظ في هذه الصور. أيضا خلال ساعات نهار هذا اليوم هطلت زخات رعدية من الأمطار فوق عموم المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، امتدادا لمرتفعات طائف وصولا بالقرب من مرتفعات مكة المكرمة، لكن تركزت في مرتفعات الطائف والباحة ومرتفعات عسير وأبها خلال ساعات نهار هذا اليوم، عملت على هطول سخات رعدية من الأمطار التي كانت غزيرة في بعض المناطق، وعملت على تشكل السيول وجريان الأودية في تلك المناطق بحمد الله. هذه الحالة المطرية في المملكة مستمرة معنا خلال تقريبا 48 أو 72 ساعة القادمة، ولكن في مناطق وأجزاء مختلفة من المملكة نبدأها عبر هذه الخرائط، خرائط التوقعات الحاسوبية لكميات الأمطار وأماكنها. كما نلاحظ مع ساعات صباح يوم السبت يتوقع أن يكون هناك تخريجات وتخريج بحرية في مناطق الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر. هذه التخريج البحرية تتمثل عبر تشكل ونمول السحب ركامية ممطرة في عرض البحر، ولكن جزء من هذه السحب قد يدخل إلى ويؤثر إلى المناطق الساحلية مثل سواحل القنفضة والليث في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ربما أيضا بأجزاء قريبة من مدينة جدة ربما تتعرض لبعض من هذه التخريج البحرية خلال ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وصباح يوم السبت. أيضا على الجانب الآخر يتوقع بدء تشكل سحب ممطرة أيضا فوق أجزاء من حائل ومن الجوف وسكاكا بمشيئة الله تعالى، وهذه هي السمة الأساسية لهذه الحالة الماطرة. فعندما نتقدم في ساعات النهار نجد أننا في ساعات نهار يوم غد السبت يتوقع أن تتعرض المناطق والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية هناك لهطولات أمطار تكون رعدية الطابع على تلك المرتفعات، استمرار التخريج البحرية في المناطق البحرية من البحر الأحمر والتي قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويتوقع هطول الأمطار الرعدية أحيانا في أجزاء من حائل وسكاكا والجوف وبعض مناطق الحدود الشمالية من المملكة، وذلك مع ساعات نهار يوم السبت كما نلاحظ هذه خرائط الأمطار. تستمر هذه الأمطار بين الحين والآخر في أجزاء واسعة من حائل وسكاكا والجوف والحدود الشمالية بما فيها عرعر ورفحاء، وأيضا المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مع ساعات نهار يوم الأحد أيضا، حيث يتوقع استمرار هطول الأمطار في تلك المناطق على فترات متباعدة. بالنسبة لمدينة جدة هناك فرصة لتتعرض أحيانا لبعض الزخات من الأمطار خاصة يوم الأحد ناتجة عن التخريج البحري التي قد تتشكل في تلك المناطق. بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله على هذه أو نهار يوم غدا في العاصمة الرياض، تستقر الأجواء أجواء غالبا غائمة، درجة حرارة 18 درجة مئوية، تستقر الأجواء بشكل عام بالمقارنة ما كانت عليه خلال اليومين الماضيين وهطول الأمطار الذي حدث بحمد الله. هذه الليلة أيضا أجواء تستقر بشكل عام في عموم المناطق الوسطى. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، إذا السبت 19 إلى 10 درجات مئوية، الأحد 19 إلى 9، ويوم الاثنين 20 إلى 9 درجات مئوية، والأجواء مستقرة عموما في ساعات النهار وحتى أيضا في ساعات الليل، لكن سنشعر بالبرودة في ساعات الليل في بعض المناطق والأحياء. هذا كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. هناك تفاصيل أوفى بشأن درجات الحرارة والأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة تجدونها عبر النشرات الأخرى التي نبثها دوريا إما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التطبيق أو حتى الموقع الإلكتروني. دمتم بخير، إلى اللقاء.